دورينا مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دورينا، وحييكم فيها أنا عبد العزيز سلوم من الإعداد والتقديم. حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن العديد من المواضيع، وأكيد ما راح ننسى الحديث عن موضوع الأمس، سؤال الأمس ونتيجة السؤال اللي طرحناه عليكم بالأمس واللي شاركوا فيه يعني نسبة كبيرة صراحة شاركوا فيه. شكرا لكل من شارك في تصويت الأمس، واللي كان السؤال يقول بصراحة: أي من الأمور التالية من الممكن أن تؤثر عليك كمتابع لكرة القدم؟ رأي أحد الإعلاميين اللي قالوا هذا الأمر 4%، نتيجة فريقك المفضل 63%، رؤساء الأندية واللاعبين 9%، أما اللي قالوا لا تشكل علينا أي تأثير هم 24%. اليوم عندنا سؤال جديد: ما هو تقييمك لتعامل الاتحاد الآسيوي مع المنتخبات والأندية السعودية خلال السنوات الماضية؟ ما هو تقييمك لتعامل الاتحاد الآسيوي مع المنتخبات والأندية السعودية خلال السنوات الماضية، إيجابي أو سلبي أو عادي؟ اللي قالوا إيجابي حتى الآن 17%، واللي يقولون سلبي 63%، واللي يقولون عادي 20%. شاركونا على التصويت على 011-268-4488. أيضا التصويت موجود على تويتر على حسابي، بإمكانك تكتب محرك البحث عبدالعزيز سلوم يطلع لك الحساب، ويطلع أيضا تحصل السؤال وتشاركنا بالتصويت والتعليق. نرحب بالجميع ورح نقرأ تعليقاتكم أكيد على الهواء مباشرة. طبعا بالأمس كان هناك عدد من المباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020. فاز المنتخب الإنجليزي على منتخب الجبل الأسود بخمسة أهداف مقابل هدف. منتخب إنجلترا ترى ما في جديد، يعني دائما في التصفيات كذا تلقاه يضرب بالخمسة وما يدخل مرمى يمكن لهدفين طول التصفيات، لكن في النهائيات الوضع يختلف تماما. عموما ننتظر ونشوف، هذه بطولة أوروبا مختلفة أيضا عن كأس العالم. أيضا من أهم المباريات اللي لعبت أمس، البرتغال وصربيا انتهت 1-1، البرتغال خسرت رونالدو في وقت مبكر من المباراة. فرنسا فازت على إسلندا بأربعة أهداف دون مقابل. منتخبنا أمس واجه المنتخب الأول، واجه غينيا الاستوائية وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تابعت مباراة يا جماعة؟ خلونا صريحين، أنا دائما ترى أحب الصراحة، تابعته ولا ما تابعته؟ أنا تابعته صراحة، وكان مستوى جيد جدا. شفنا أسماء جديدة، يمكن هذا المكسب من مثل هذا المعسكر البسيط والتشكيلة المختلفة، أنه نشوف أسماء جديدة للمستقبل. جميل جدا أنك تضمهم، في فرصة عندك أنك تضمهم وتختبرهم في مبارتين دولية على الأرض وخارج الأرض، وتكتشف يعني تشوف منهم اللاعب المناسب للمستقبل مع المنتخب الأول. أفضل من أنك يعني تتابعهم في الدوري وتأخذهم على أمل أنهم ينسجمون مع المجموعة، على أمل أنه يقدم مستوى في مباراة دولية أول مرة يلعبها من ناديه على طول على مباراة قوية. فالتدرج مطلوب وهذا اللي شفناه. نبدأ الاتصالات، نأخذ أول اتصال ونقول ألو. الحمد لله. ألو. طيب قاعد سولف، أنت ما موجود معنا بس بناخذك اتصال ثاني. ناخذ اتصال نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك؟ شو
أسعد الله مساك أخي عبد العزيز، معك أبو راشد من الرياض. أهلا أبو راشد، الله يحييك، تفضل أبو راشد. أهلا بك الغالي، دام فضلك. أنا أنت فتحت موضوع عن الاتحاد الآسيوي. نعم. والاتحاد الآسيوي صراحة أنا أشوف أنه سلبي مع الكرة السعودية ومن فترة طويلة صراحة. طيب وش السلبيات اللي أنت رصدتها يعني ما زالت عالقة في ذهنك يعني؟ والله شوف، السلبيات دائما يعني بعض القرارات اللي تكون ضد مصلحة الكرة السعودية، مثلا طبعا هذا كان أتوقع في الموسم الماضي أو اللي قبله، بنقل مباريات في إيران. نعم. ولعب المباريات مثلا في قطر. يعني تعرف حتى لو كان في أمور سياسية، وإحنا ما نبغى ندخل في أمور السياسة يعني، لكن كان الاتحاد الآسيوي يعني فعلا ضد الكرة السعودية في أشياء كثير، منها اختيار برضو التحكيم. يعني خاصة التحكيم هذا سلبي من سنين، ونحن نعاني من أمور التحكيم وخسرنا بطولات. أعتقد موضوع نقل المباريات خارج يعني هذا من الاتحاد الدولي مال، لكن موضوع التحكيم هو خاص بالاتحاد الآسيوي. موضوع التحكيم هذا موضوع التحكيم احنا نشتكي من سنين، وإلى الآن ما وجدنا هذا الأمر حل. واحنا نشوفها سواء في مستوى يعني التحكيم ولا اختيارات اختيارات مو مستوى التحكيم. يعني يمكن ما في القارة الآسيوية إلا الحكم الأوزبكي، نظري هو أفضل الحكام رفشان. أي نعم رفشان، وأنا أشوف أنه أفضل حكم آسيوي، وما في إلا رفشان. يعني معقولة رفشان بيحكم كل المباريات؟ يعني الاختيار فيه دائما اختياراتهم عبد الملك الماليزي. أنت شايف يعني قصدك أن الاتحاد الآسيوي ما طور حكامه خلال السنوات الماضية، مما تسبب في يعني نشر صورة سلبية عن الاتحاد وعن الحكام. نشر صورة سلبية، وصراحة يعني خسرنا يعني بطولات، وخسرنا انت عارف الهلال. أنا شوف أنا ماني هلالي، ولكن أتكلم بالهلال. يعني خسارة البطولة الآسيوية الأخيرة ليش تتوقع سببها من التحكيم؟ ما يعني عيني عينك، ما عاد في الموضوع انه لا يعني كان الهلال لن ياخذ البطوله، هذا اللي شفناه من خلال المباراه. يعني هذا يعطيك العافيه ابو راشد، شكرا جزيلا لك. ولو سمحت اخوي عبد العزيز سم، ابغى اوجه تحيه الوالده الله يحفظها. الله يحفظها ان شاء الله، الله يحفظها يخليها لك، ما تشوف شر وياك. الله يسلمك. هلا مستمعين، احنا بنروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل راجع معكم. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم دورينا. عندنا سؤال اليوم يتكلم عن الاتحاد الآسيوي، ونقول فيه ما هو تقييمك لتعامل الاتحاد الآسيوي مع المنتخبات والأندية السعودية خلال السنوات الماضية. اللي يقولون إيجابي حتى الحين 15%، اللي يقولون سلبي 63%، اللي يقولون عادي 22%. أنت وش تقول؟ شاركنا على حسابي على تويتر، موجود التصويت، كانك تكتب محرك البحث عبد العزيز السلوم، تحصل السؤال والتصويت، وتشاركنا برأيك بالتصويت، وأيضا تكتب رأيك في التعليق إذا أنت حاب عندك رأي آخر. أيضا اللي حاب شاركنا عبر الاتصال على 011-268-4488. خلونا نقرأ بعض التعليقات على السريع. حسان شكرا لك، من ذوقك حسان. فواز يقول للأسف التعامل سيء مع غرب آسيا عموما والسعودية خصوصا لأسباب تسويقية وتجارية، حتى لو كان رئيس الاتحاد مغرب القارة، الجوائز اللي يوزعونها في نهاية كل عام بمثابة الترضية لاتحادات غرب آسيا. هذا رأي فواز حول الاتحاد الآسيوي، طبعا اللي يدخل مرحلة من الانتخابات حاليا لاختيار رئيس جديد. ناخذ اتصال معانا ونقول ألو. مساء الخير ابو سعود. اهلا وسهلا، تعرف عليك، شلونك؟ نعيم الشرقية معك. نعيم، نعيم الشرقية معك. اهلا يا نعيم، تفضل. كيف اخبارك مساء طيب؟ الله يسلمك خليك. كيف الاستاذ حاتم البدراني؟ تمام، يسلم عليك. الله يسلمك. انا بس ابو سعود بتكلم بخصوص الطقه اللي يوم الجمعه، يقولون الشارع السعودي متحمس على موضوع الهلال والنصر. متحمسين، اللي يقول كذا واللي يقول كذا وسنبات تجي. أبغاك تتكلم بأريحية وحاجات مخملية للناديين يعني، بس
عشان ما يصير تهيج في الموضوع. لا أي احنا والله ما فتحنا موضوع الهلال والنصر حتى الحين، لانه عندنا فرصه ان نتكلم فيه بكره وبعد ان شاء الله، وحتى نفس اليوم، فالامور ان شاء الله تمام، مسيطرين على الوضع. اما سالفه الكاس اسيا للانديه منتخب السعوديه ان شاء الله باذن الله. نعم ان شاء الله باذن الله السعوديه ان شاء الله. طيب يعطيك العافيه دايمي، شكرا جزيلا لك. ايضا ناخذ اتصال ونقول الو. الو، اهلا وسهلا، تعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير اخوي عبد العزيز. يا اهلا وسهلا. الله يحييك، معك ابراهيم الحكمي من جده. اهلا يا ابراهيم، تفضل. يا اهلا فيك، الله يحييك، سعداء بسماع صوتك. الله يسعدك يا ابراهيم، الله يكرمك. الحقيقه باختصار انا بتكلم بخصوص الاتحاد الاسيوي. يمكن الأخ اللي كان قبل شوي متصل تكلم على التحكيم ويمكن ذكر نيشيمورا أو كذا، فهذه نيشيمورا يعتبر أمس. ما ذكر نيشيمورا. لا 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 لا، هو ذكر مباراة اللي صار مشاكل التحكيم يعني. نعم. فأنا قصدي أن مشاكل التحكيم مش من النهاية 2014، بالعكس. أيه هو قال أنه ما في إلا حكم واحد مميز في آسيا. لا أنا قصدي التحكيم بشكل عام في الاتحاد الآسيوي. يعني إحنا بنعاني، يمكن أنا كهلالي يمكن من 2003 إحنا كنا بنعاني من أيام الحكم الياباني أوكادا، ومش الهلال، جميع الأندية والمنتخبات بتعاني. موضوع التحكيم ده موضوع طويل، لكن أنا الحقيقة الاتحاد الآسيوي اللي ننتظره من أيا كان مين هيكون الرئيس الاتحاد الآسيوي، تطوير البطولات الآسيوية. يعني معليش، انت مثلا نقطة معينة عندك اللاعب الأجانب، معليش أنا اليوم في السعودية بجيب 8 لاعبين ومكلف عليهم بمبالغ خيالية وتحصرني انت في 4 من ضمنهم واحد آسيوي، صراحة صعبة جدا. يعني هذه نقطة لازم يشوفوا لها حل، اللي هو عدد الأجانب المشاركين. هذه بالنسبة للاتحاد الآسيوي، أنا هذا الملاحظة اللي أنا شايفها. المحنجة التطوير، البطولات محتاجة طبعا. حتى الأخوان أمس يمكن برنامج الديوانية كان بيتكلموا على موضوع الدمج اللي هو الشرق مع الغرب. نعم. برضو هتكون نقطة إيجابية في تطوير البطولة. في البطولة لازم. نعم. المفروض، نعم لازم المفروض، يعني نتمنى إن شاء الله إن البطولة الجاية يكون في شكل أفضل للبطولة، بشكل يكون تنافس أفضل. هذا الطبيعي، هذا الشكل الطبيعي اللي إحنا تعودنا عليه في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية. نعم. ما في فصل زي الفصل اللي عندنا. يعني حتى نشوف أمريكا الجنوبية يمكن نظامهم كل الدول واحد، دوريات تبدأ بوقت. نعم. واحد، لكن أوروبا مثلا روسيا بداية الدورية يختلف عندها عن بقية الدول. نعم. ومع ذلك داخلين في نفس المنظومة يعني. نعم، عدد اللاعبين الأجانب في أوروبا، جميع الفرق بتستفيد من جميع الأجانب اللي عندها، إحنا ما نستفيد. يعني هذه صراحة مؤثرة جدا علينا لما تكون خياراتك محدودة. جميل، الله يعطيك العافية. نتمنى الحقيقة هذا. وبالنسبة في نقطة بس أخيرة تكلمت فيها، اللي هو الفرصة اللي للشباب اللي كانوا بيشاركوا أمس في المنتخب السعودي في المباراة الودية. نعم. فعلا خطوة جدا ممتازة وكنا نفتقدها، وهي جت في وقت فعلا يعني كانوا محتاجين ان هم يطلعوا، لان بصراحه يعني انقصنا مواهب. فان شاء الله نتمنى ان المجموعه هذه لو يطلع لنا 2-3 يكونوا ان شاء الله بالمنتخب الاول باذن الله تعالى. جميل، يعطيك العافيه ابراهيم، شكرا. شكرا شاكر الحسن، شكرا معك. جزيلا لك. مستمعين احنا بنروح الفاصل، وبعد الفاصل راجعين معكم. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. اصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا صحفيا ذكر فيه واعلن في دعمه للشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وللتعليق على هذا الموضوع والانتخابات الاسيوية بشكل عام ومواضيع اخرى ينضم الي الان الاستاذ سلطان المهوس، رياضي الاعلام الرياضي المعروف. اهلا بك يا استاذ سلطان معنا. اهلا وسهلا، يا هلا والله وغلا. استاذ سلطان، اليوم احنا نشهد او شهدنا بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعمه للشيخ سلمان الخليفة بعد ما شاهدنا حملة أو نصف حملة نقدر نسميها للرميثي اللي انسحب في اللحظات الأخيرة. أول شيء أخذ تعليقك على الوضع العام في الانتخابات وعن سبب انسحاب رميثي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء اشكركم على الضيافه، ولما نتكلم عن الانتخابات بشكل مختصر يعني بشكل عام، نعم، الانتخابات الاسيويه المقرره كل 4 سنوات لمناصب المكتب التنفيذي ستقام في العاصمه الماليزيه كوالالمبور يوم 6 أبريل القادم، وستكون على جميع المناصب الموجوده اللي هي منصب رئيس الاتحاد والنواب، 5 نواب لرئيسنا الاتحاد الآسيوي من الشرق والغرب والجنوب والأسيان والشمال، وفي 6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي. يعني الاتحاد الدولي الآن أيضا لديه انتخابات بعد شهرين، فكل قارة أيضا تنتخب أعضاءها في هذا المجلس، مجلس الفيفا. لدينا نفس الانتخابات، سيتم اختيار أو انتخاب 6 أعضاء في مجلس الفيفا من آسيا، بينهم عضوة طبعا واحدة، وسيتم انتخاب أيضا 5 عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي و9 أعضاء بالمكتب التنفيذي، ليصبح العدد هو 24 مع الرئيس 25. المملكة العربية السعودية قدمت ترشيحها ل3 شخصيات ل3 مناصب، هم على التوالي: الدكتور ثبيتي على منصب الفيفا، عضو فيفا، والفواز الرئيس قصي الفواز على منصب نائب الرئيس، ولؤي السبيعي على عضو تنفيذي. طبعا واحد يسأل يقول كيف 3 كلهم يفوزون؟ لا، إذا فاز واحد منهم يسقط البقية يعني بالترتيب، لأنه كل دولة يجب أن تمثل، إذا فازت لا يجب أن تمثل بممثلين، فقط واحد من جنسية واحدة، تمثيل واحد فقط. بس أنت قلت أنه أستاذ قصي الفواز راح يكون نائب رئيس، تقصد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي؟ هذا هو مرشح على هذا المنصب، نعم، لغرب آسيا. تعرف أنه 5 نواب للرئيس، واحد منهم لغرب آسيا، نعم. طبعا انت كيف تشوف حظوظ استاذ سلطان؟ تمسح بترشح قصي، تمسح به، وايضا من المتوقع ان يتم سحب لؤي، وسيتم الابقاء على الدكتور اتبيتي لمنصب عضو الفيفا. تفضل. جميل استاذ سلطان، يعني اليوم احنا طرحنا سؤال للجماهير في تويتر عن تقييمهم لتعامل الاتحاد الآسيوي مع منتخبات والأندية السعودية خلال السنوات الماضية. اللي قالوا ايجابي 16%، اللي قالوا سلبي 60%، واللي قالوا عادي 24%. انت كيف ترى تعامل الاتحاد الآسيوي وكيف تشوف اجابات الجماهير؟ شوف، الجمهور من حقه صراحة أن يعبر عن رأيه باعتبار أنه يرغب الفوز يعني، أو يشاهد مباراة أو يقيم الحدث من خلال المباراة. لكن التقييم الحقيقي هو في التعاطي مع الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد السعودي، وأيضا في التعاطي مع ممثلين الاتحاد السعودي لكرة القدم الموجودين في الاتحاد الآسيوي. أنت تعلم أن السعودية مع اليابان هي تمثل أعلى دولة موجود فيها ممثلين في اللجان. إحنا موجودين في 12 لجنة الاتحاد الآسيوي، وهذا الشيء لا أحد يعرفه. إحنا عندنا 12 شخصية سعودية تعمل في لجان الاتحاد الآسيوي كلها تقريبا، وهذا لا يحصل في أي دولة إلا اليابان والسعودية فقط. والسؤال اللي يطرح نفسه هو ما رأي هذا اللي يعملون في الاتحاد الآسيوي. وبالتالي هنا نضع المشاهد أو نضع المعلومة على حقيقتها، هل فعلا ما يقال، هل فعلا ما يحاك، هل فعلا النظرة. أنا أعتقد أن الاتحاد الآسيوي أمام ضغط كبير جدا بعد حادثة نيشيمورا يعني. ونيشيمورا حكم وأخطأ وتم عقابه أو إنهاء مسيرته، رغم أنه واحد من أفضل الحكام يعتبر في اليابان يعني، أو يصنف زعيم الحكام هناك. لكن الاتحاد الآسيوي لم يألو جهدا في أنه يعاق وينهي مسيرته بقرار إيقاف ثم بعد. أنا أرى أنه الاتحاد الآسيوي مع الشيخ سلمان بن إبراهيم يمشي بخطوات انضباطية غير مسبوقة. أخي العزيز، يجب أيضا أن أذكر المستمعين أنه مدير النزاهة، مدير دائرة النزاهة أو قسم النزاهة في الاتحاد السعودي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو شخصية سعودية.
يعني كثير ايضا ما يدرون من هو المدير. احمد العصيمي. احمد العصيمي احمد ابن الزميل الكاتب المعروف. ما شاء الله. احمد العصيمي هو مدير قسم النزاهه في الاتحاد الاسيوي لكره القدم. هناك ثلاث شركات ايضا متعاقد مع الاتحاد الاسيوي بشان الانضباطيه وبشان المراهنات وبشان متابعه المباريات. يعني في حقيقه ثوره كبيره. كنا تتحدث عن تغييب للمعلومه، يعني هذا المعلومه مغيبه عن الجمهور. الجمهور دائما يقول ما في احد يمثلنا. ما في. انا قلت لك الجمهور ما يهمه الا صافره او فاول او تسلل، ومنها يبني على تعرف انك اقرب مخرج لاي شخصيه ما لما ينهزم او كذا هو يريد ان يعني يضع الملامه على اي شيء قدامه، فهو ما مبسوط انه والله وضعوا واحد على الاتحاد الاسيوي او انت تقصد المسؤولين على الانديه يتحدثون عن هذا الامر وبالتالي ينعكس على الجمهور. هو لما يخفق اسيويين على طول يلا حطها على الاتحاد الاسيوي. طيب الاتحاد الاسيوي لم يمنع المنتخب السعودي من التاهل 5 مرات لكاس العالم، 3 مرات ناخذ كاس اسيا، اخذنا كاس اسيا للشباب، اخذنا كاس اسيا للناشئين، وصلنا نهائيات كاس عالم شباب ناشئين، وانديتنا اخذت الهلال 6 بطولات اسيويه، الاتحاد 2، الاهلي وصل نهائي، القادسيه فاز، الشباب فاز. لكن غلطه حكم او يجب ان لا تؤول او تؤخذ بعيننا. أستاذ سلطان، أيضا هناك جانب آخر تحدثوا فيه وهو نظام البطولة الآسيوية، دوري أبطال آسيا، يعني نظام غريب، يعني فصل الشرق عن الغرب ولا يحدث في العالم إلا هنا. يعني يا أخي الكريم، هذا اللي يجعلني أقول لك أنه فيه أيضا تغيب المعلومة. من طلب فصل الشرق عن الغرب هم السعوديين والإماراتيين، ممثلين كانوا هناك في عام 2000 أعتقد 9 أو 10 أو 11. تقصد رئيس نادي الهلال ورئيس نادي الشرف في وقتها؟ لا، ممثلين هناك. إحنا كان عندنا ممثلين في كان في هيئة هناك اسمها هيئة أو لجنة اسمها لجنة دوري المحترفين، يرأسها محمد النويصر، أيضا سعودي انتبه. كان في لجنة بالاتحاد الآسيوي اسمها رابط الدوري، لا مو رابطة، الأندية المحترفة. بس كان في تأييد كبير من رؤساء الأندية. كانوا غرب آسيا، يعني قاموا بتكتل معين، تكتل كبير جدا، قالوا نبغى نفصل، احنا مش قادرين يعني ننافس هذول الشرق. فقاموا وقالوا عندنا الرزنامة، وقالوا عندنا بعيد والمسافات، كيف نروح الكورية وكيف نرجع وكيف نروح لليابان بعدين نروح لأستراليا بعدين ما أدري، لازم تفصلوننا ونتقابل بالدور الثمانية على الأقل. وبعدين قالوا لا للنهائي. فأنا أقول إنه في الوضع الحالي حقيقة من المستحيل أن يصل فريق من غرب آسيا إلى النهائي لو دمجت، بدليل انه من يعني دمجت ما اخذ الا واحد فريق غرب اسيا على البطوله فقط. وكان بعد مع فريق مجنسين، يعني ما هو فريق عادي يعني. فمشكله عندنا احنا حتى فنيه، حتى ممكن ما نوصل للنهائي. لكن اعود واقول لك انه حتى في تغييب المعلومه من طلب الفصل هو غرب اسيا، هم من يطالب الان الفصل هم الغرب. يعني ما تستطيع انك بهذه الشكل ان تدير لعبك او منظومك او تحقق مصالحك بهذا الشكل المتشتت. بس هو المجموعات كانت من الاساس مفصوله يا استاذ سلطان، صح ولا لا؟ المجموعات مفصوله لكن اي من الاساس، من زمان هي مفصوله. كان الالتقاء في دور 16 أو دور 8 بحسب أنظمة البطولة المتغيرة كل سنتين ثلاث، في بداية الألفية، ثم أتى الفصل النهائي اللي أنت تتكلم عنه الآن. لا، هو فصل أول ما جاء كان فصل لدور 8 وفصل في المجموعات. القرعة ما كانت غرب وشرق ابدا، حتى في المجموعات على طب انا ابغى انت رايك استاذ سلطان حكم خبرتك في هذا الامر. انت
ترى أنه لو تم الدمج لن تفوز الأندية السعودية، لكن الأندية السعودية تقول الآن ومن يقودها الآن وأيضا من خلف الجماهير يقولون أنه يعني برضو إحنا تطورنا، صار عندنا أجانب أكثر، ليش الاتحاد الآسيوي ما يواكب هذا التطور ويسمح لنا بمشاركة لاعبين أجانب عشان نقدر ننافس؟ طيب وين اللاعب المحلي لما تشارك أنت في منافسات آسيوية بدون لاعبيك المحليين؟ وين اللاعب المحلي لما تشارك واللاعبين الأجانب في مشاركاتك المحلية أيضا؟ يعني ترى هذا له أثر كبير حتى على المنتخب. يعني قصدك أن الاتحاد الآسيوي يدعم اللاعب المحلي كأولوية؟ لا أنا بسألك سؤال. إحنا طبعا نختلف عن الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بزنس في بزنس، يعني ما في فلوس شركات كرة القدم وأرباح. لكن أنت بالاتحاد الآسيوي لما تسمح، هذا رأيي، لما تسمح بسبعة جانب، وين انت اتحاد اسيوي خلاص، وش بقي لك لتطوير اللاعب الاسيوي؟ ما عندك شيء. بس يعني وين وصل اصلا استاذ سلطان؟ انا معك، اتفق معك اوكي في النقطه هذه، جوهريه واضحه ومنطقيه جدا، لكن انا اسال برضو اقول وين وصل اللاعب الاسيوي على مستوى العالم؟ يعني لا على مستوى الانديه يعني نافس على جوائز، ولا على مستوى الكاس العالم منتخبات باستثناء 2002. يعني صحيح كلامك سليم جدا، وهذا بالتالي يجب التغيير. هذا 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 على شكل المنتخبات، لكن انت لما تجي على شكل المنتخبات هي نتاج الانديه. ايه لما تجي للانديه مثلا، لا في الانديه مثلا وصلوا دور الاربعه لكاس الانديه في العالم، وصلوا النهائي حتى فريق العين فيه، لكن هذه ما هي مسؤولية الاتحاد الآسيوي، هي مسؤولية الاتحادات. لما يكون منتخبك ما هو كويس أو ده، هذا مسؤولية الاتحاد. طيب أستاذ سلطان ابقى معنا، بنروح الفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين نكمل معك. إذن مستمعينا بنروح الفاصل وبعد الفاصل راجعين معك. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا، نجدد الترحيب بالاعلامي الرياضي الاستاذ سلطان المهوس ضيفنا هذا المساء. اهلا بك استاذ سلطان معنا من جديد. يا هلا والله استاذ سلطان. يعني خليني اتكلم عن علاقه الاتحاد السعودي بالاتحاد الاسيوي، انت كيف تقيمها من خلال الحالية. لا مو الحاليه، يعني احنا شفنا في تغير شوي في التعاطي مع الاتحاد الآسيوي. في السابق كان هناك طريقة، والآن الآن نشاهد طريقة أخرى. أولا الاختلاف في وجهات النظر هذا شيء طبيعي جدا، الكل يبحث عن مصالحة، والكل يريد أن يكون في المقدمة والتأثير الخارجي. نعم. وأيضا يكون أيضا من أحد صناع القرار، في لا سيما وأنت في دولة زي المملكة العربية السعودية. أنت تتكلم الآن على الاتحادات المحلية ورغب يعني وطموحاتها. نعم. وكان يعني إحقاق الحق وبكل صراحة كانت العلاقة مش كويسة بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي، ولا نخوض يعني في الأسباب، لأنه شيء راح يعني خلاص انتهى الموضوع. مع قدوم الأمير عبد العزيز كان له توجه رئيس هيئة الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، كان له توجه آخر في العلاقة مو مع الاتحاد الآسيوي على فكرة، مع جميع منظمات المنظمات الدولية الكروية. طيب أستاذ سلطان، أنا أحترم عدم خوضك للأسباب، بس عشان نوضح للجمهور الكريم، يعني أنت تتكلم أنه الطريقة التي تم التعامل بها مع الاتحاد الآسيوي في عهد رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق مستشار تركي آل الشيخ كانت غير موفقة. لا تقول غير موفقة أو موفقة، تقول سيئة. لا أنت تتجهل تتجهل الأسباب التي أدت إلى أن تكون أن تصاغ العلاقة بهذه الطريقة. يعني عندما تجهل الأسباب لا يمكن تعلق، لا يمكن تقيمها. لا ليس خوف من التبرير، هي في الأخير علاقة بين اتحاد واتحاد ومنظومة ومنظومة، فلا هي من المحرمات. لكن قد يكون هناك أنت أشياء تجهلك كصحفي، أو مواقف لشخصية آسيوية أو تجهلك ولم يتم التصريح فيها.
ماذا فعل حتى تكون ردة الفعل بهذه القوة وهذه القسوة. فأنت تقف هنا في موقف المحايد حتى تنجلي القضية مع الثقة بأنه أنه هذا الموقف لم يحدث وهذه اللغة لم تحدث إلا لشيء موجود وعظيم. وأنت تعرف بعدها كم مرة جاء الرئيس الاتحاد الدولي للسعودية وزار وكان في تنسيق تام بهذا الموضوع. تم إنشاء أيضا اتحاد جنوب غرب آسيا. تمت عدة خطوات يعني احنا نسميها تصعيدية. ايش رأيك باتحاد غرب آسيا اللي تم إنشاء في تلك الفترة؟ والله شوف هو ما كان يجب أن يكون بهذه البداية الغير قانونية. لو كان بدايته قانونية لكان نجح صراحة. لو أخذ وش اللي يعني كان ينقص عشان يصير قانوني؟ اعتماد الاتحاد الآسيوي. لأنه الاتحاد الآسيوي لديه نظام أساسي. النظام الأساسي كان يقول أنه الزونات الموجودة هي 4 زونات مناطق. إيه وبعدين زودها الخمس مناطق. فما كان يسمح في النظام الأساسي بزيادة. لو أنت تبغى تزود زون جديد عليك أيضا أن تأخذ موافقة الجمعية العمومية لكي يكون تحت مظلة أيضا الاتحاد الآسيوي. هو يتعارض الأمر مع نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا صح؟ اللي هو اتحاد غرب آسيا. هو يتعارض مع النظام الأساسي أصلا وليس الغرب. هو يتعارض مع النظام الأساسي. أنت عندك نظام أساسي موجود فيه شيء اسمه الاتحادات الوطنية. الاتحادات الوطنية تتبرع منها الزونات اللي قلت لك الخمسة. نعم واضح. الأسيان والغرب والشرق والجنوب والوسط. هذه 5 زونات هي التي تضم 47 دولة الموجودة في آسيا. الغرب والشرق والأسيان والجنوب والوسط. يعني ممكن نقول انه انشاء هذا الاتحاد هو كان يعني مفترق طرق في العلاقه بين الاتحاد الاسيوي والسعوديه. لا ابدا يعني الاتحاد الاسيوي منظومه ترى كبيره جدا. وانا قلت لك بعد مجيء الشيخ سلمان بن ابراهيم اصبح الاتحاد يدار بطريقه مؤسسيه يعني بشكل لا تتصوره. يعني بطريقه انضباطيه غير مسبوقه. أسس يعني قسم للنزاهة، 3 شركات تراقب المباريات. أنت تعرف أن في 470 مباراة سنويا يتم مراقبتها من الاتحاد الآسيوي من قبل شركات مثل شركة رادار. ويتم فرض عقوبات ويتم ملاحقة الناس على مستوى المراهنات على بس كل شيء. مراهنات، حكام، لقاءات، أي حاجة تمس نزاهة اللعبة. تم وضع ميثاق انتخابي. تم أشياء كثير جدا تغيرت يعني بشكل أنا أستطيع أقول لك تغير 100%. يعني نقدر نقول أنه العمل اللي يقوم فيه الشيخ سلمان ما هو عمل مؤقت، عمل للمستقبل. بدليل أنا أعطيك دليل يعني بدليل أنه للفترتين الأخيرتين يتم تزكيته. هو الرئيس القادم أيضا للتزكية في الانتخابات القادمة. هذا الشخصية لم تأتي من فراغ أو لم 47 دولة بتنوعها الثقافي والجغرافي والديني واللغوي و إلى آخره كيف إنها كلها تزكي هذا الرجل. طيب ما في مجاملة أو إنه والله في اليابان الجامل. هل اليابان الجامل سلمان الخليفة أو السعودية لما أصدرت بيان أو في عمل في تغير ملموس على وجهها. وهذا يجب أن يفهمه كل الجميع. ما هو انه والله اخسر تسلل او اخسر ضربه جزاء او خلاص الاتحاد الاسود. اخطاء مباريات تحصل حتى عندنا صح ولا لا؟ صحيح. هل يعني في جميع انحاء العالم هل يعني الاتحاد السعودي فاسد؟ ما ادري يبيع مباريات؟ لا طبعا. اذا ليش المقياس يتغير هنا وهناك؟ طيب استاذ سلطان عشان الوقت ودي اسالك اسئله سريعه. لماذا تغيب الشركات السعوديه عن يعني قالب الرعايات في الاتحاد الاسيوي؟ حجم الرعايه كبير جدا يعني مكلف. يعني مكلف جدا يعني. يعني اخر مبلغ تم توقيعه كان 3 مليار وشوي لشركه واحده شركه بدون ذكر اسمها. لا اوكي قارن يعني دي مش بالصين. تاخذ البث تاخذ الحقوق النقل لغرب لشرق اسيا.
فثلاثة مليار وشوي يعني مبلغ ترى كبير جدا. يعني أيضا إحنا ما عندنا شركات تؤمن حقيقة بالقطاع الرياضي لسه. يعني ليش؟ لأن البيئة تخشى من الاستثمار الرياضي. لا لا، البيئة المحلية أفرزت عندها يعني سمعة وكذا تتردد فعلا، وهذه البيئة وهذا التعاطي لسه ما انتظم، لسه طيب. ما دخل عالم الاحترافية، وبالتالي مخاطرة كبيرة. ماذا عن حقوق النقل التلفزيوني في داخل المملكة العربية السعودية؟ تم حل الموضوع الآن بشكل مؤقت، وإن شاء الله بيتم حل الجذري. وعلى العموم سيطرح لغرب آسيا، احنا بشرق آسيا تم بيع الحقوق وانتهى الموضوع لسبع سنوات قادمة، وباقي الآن الحقوق لغرب آسيا ب2020 سيتم طرحها أيضا، وإن شاء الله يعني الناقل الرسمي راح يستمر إلى 2020، والوضع في داخل السعودية راح يستمر بالوضع الجديد بالعقد، لأنه عنده عقد هو، والعقد على فكرة هذا العقد هذا تم توقيعه في عهد احنا نقول الفترة المضطربة بعد إيقاف بن همام الصيني جيلونج، واستلم المهام بالنيابة، أصبح قائم بالأعمال لمدة سنتين من عام 2011 لعام 2013. قبل تم التوقيع في هذه الفترة، تم التوقيع في عهد الفترة المضطربة هذه استغلالها، وتم توقيع اتفاقيات وإلى آخره. الآن ما في الكلام هذا والتوقيع هذه اللخبطة هذه، أصبح كل شيء مؤسسي وكل شيء قدام الناس، وكل شيء عطاءات وإعلانات، وشركات من برا تقيم وتراقب وتطور، والمداخيل واضحة جدا والشفافية موجودة واضحة. طيب خليني أختم معك أستاذ سلطان عن مقالك اللي كتبته في صحيفة الجزيرة، وأخذ منه هذا الاقتباس: لا تصدقوا أن الكرة السعودية ستصمد وهذه السيناريوهات موجودة ومتأصلة وتصدر أولوية التنفيذ، لأن اللعب خارج العشب الأخضر يعني أن اللعبة باهتة وغير جديرة بالاحترام داخلها. في تعليقك على ظهور رؤساء الأندية اللي وصفتهم أنهم ميتين ضحك فيما بينهم عكس ما يظهرونه للجمهور، يعني ماذا تريد أن توصل للجماهير من خلال هذا المقال؟ كل الجماهير انه يجب ان تؤمنوا انه اذا كره القدم عندنا لعبه شعبيه، ويجب ان تعرفوا انه اللعبه الشعبيه البسيطه جدا فيها مثل هذه الامور والطقطق والضحك والفله، خذوها وناس يعني لا تاخذونها بجد، لانه ما عندك احد اصلا جاد من رؤساء الانديه، كلهم اخذينها ضحك وطقطق عليكم، ما في جديه يعني من جميع يعني رؤساء الانديه. لا، لو اخذت السطر الاخير من المقال نعم اللي ذكرت فيه خذوا اللعبة طقطقة مثلهم، لأنه من المؤلم أن تلعبوا الدور اللي مطقطق عليه بس لا يطقطقون عليه. عموما أنا ودي أشاركك، أنا ودي يرسلون واتسابات وقاعدين هم بجروب واحد ويضحكون ومبسوطين وأنتم محترقين. أنا ودي أشاركك نتيجة سؤالي الأمس، أنه قلت أنه بصراحة أي من الأمور التالية من الممكن أن تؤثر عليك كمتابع لكرة القدم، ووضعت أربع خيارات: رأي أحد الإعلاميين 4%، نتيجة فريقك المفضل 63%، رؤساء الأندية واللاعبين 9%. طبعا في نسبة قالوا لا يشكل علينا أي تأثير 24%، ف9% ذهبوا على ما تقوله في مقالك. يعني هناك 81-91% أستاذ سلطان لا يرون ما ترى. هذه هي الحقيقة، لما أتكلم أنا أقول رأيي وللآخرين رأيهم صحيح. لكن أنا مؤمن تماما أنه ترى لعبة شعبية يعني بس هل أنت ذكرت تفاصيل أستاذ سلطان، أنت ذكرت تفاصيل قبل شوي بكلامك، هل هو مبني على معلومات، هل أنت مطلع على هذا الأمر واضح، أو هي توقعات يعني؟ لا هل أنت طالب برئيس نادي بأرباح؟ لا طبعا، يعني هم يبحثون على أرباح عشان يغطون الميزانية فقط. هل تطالب رئيس نادي في نهاية الموسم تحاسبه جايين في جمعية وتحاسبه إلى آخره؟ ما في أهداف أصلا عشان يحاسب عليها. هو قال استقلت مع السلام، ويجي اللي بعده طق يقول استقلت مع السلام. الجو العام أخذ الموضوع بشكل هاوي وليس محترف. وأنا أقول للجمهور خذوها أيضا بشكل هاوي، ولا تنتظرون الاحترافية أو تشنجون أو كذا، تراها كورة لحد ما تجي الخصخصة. لحد نعم، لما تجي الخصخصة أصلا لما تجي الخصخصة مستحيل أنه يجي واحد مثل الرؤساء هذولا. ليش؟ لأنه في أسهم وفي أرباح وفي كذا. أنت متى مقتنع أستاذ سلطان بأي رئيس من الموجودين الآن؟
في الفترة الحالية هم يصلحون للفترة الحالية موسعين صدور العالم. مع أنه على فكرة مع أنه انتبهوا هذه نقطة ترى مهمة بختم فيها إذا وقتنا قضى. مهم جدا مهم جدا رسم الصورة الجيدة عن الكرة السعودية صحيح. بهذه التصاريح وبهذه اللهجة وبهذا التشنج وبهذه المفردات أنتم تهدمون الكرة السعودية خارجيا. هذا تحذير. أنتم صح تضحكون الناس وتشعلون الدوري لكن أنتم تدمروننا برا. يقولون يعني الناس اللي برا يقولون كذا الدار عندكم الكرة. هذه مشكلة. ثلاثة أندية من أكبر الأندية بالدوري كذا يعني يدار التنافس فيه مبين. مع إيماني الثامن ولا يجب التنافس فيه لازم خروج شوي وفيه هيتارة. لكن بعض المفردات وصلت إلى العمق إلى الخط الأحمر ما كان يجب. طيب. شكرا لك الأستاذ سلطان المهوس الإعلامي الرياضي المعروف. شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبنا. شكرا. إذا مستمعين بنروح الفاصل وبعد الفاصل راجع معكم دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. سؤال حلقتنا لليوم كان ما هو تقييمك لتعامل الاتحاد الاسيوي مع المنتخبات والانديه السعوديه خلال السنوات الماضيه؟ اللي قالوا ايجابي 16%، اللي قالوا سلبي 59%، واللي يقولون عادي 25%. يعني ناخذ ونرجع ناخذ اتصالاتكم في الوقت المتبقي من البرنامج ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك معكم حنان من مكة. أهلا يا حنان، تفضل إيش إجابتك؟ والله إجابتي صراحة أنا الأندية السعودية متضررة صراحة أنا وجهة نظري. من أي ناحية متضررة؟ والله من ناحية يعني بعض يعني قفات مثلا الجمهور ما يحضر بعض المباريات. بفضل عندي عن الأندية الثانية انتخابات يعني أندية انتخابات الأندية الثانية يعني يسوون أكثر من الجمهور السعودي يعني ما شفنا يقفات لهم. التفريق في العقوبات يعني. ايوه ما شفنا يعني شو اسمه يعني ايقاف جمهور زي جمهور السعودي. اكثر العقوبات على الانديه السعوديه بصراحه اشوف وجهه نظري انا. بس اتمنى يا عبد العزيز تذكر يعني يوم الجمعه بس ما تجي الديربي الهلال والنصر ولا في مباريات اخرى. ده في مباريات بس بنذكر فيها ان شاء الله لا تشيلينها. بس احنا قاعدين ناخذ القضايا واحده واحده. اتمنى اذا في يعني مباريات اخرى انك تقولها يعني الان ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا شكرا جزيلا لك. اذا ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك عبد العزيز معكم ابو نواف. اهلا يا ابو نواف تفضل. اول شيء اشكر الاستاذ سلطان المهوس ومن المنطقه عندنا وصراحه يشكر على مجهوداته في الاتحاد الاسيوي ومتابعه الامور الاسيويه وكل اللي قاله صراحه يعني هو عين العقل وعين الصواب. تتفق معه في جميع ما ذهب إليه. نعم أتفق معه سواء في الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد السعودي والدوري السعودي عندنا وما قال عن رؤساء الأندية. هذه نقطة. نقطة ثانية ثقة تامة يا عبد العزيز إن ضعف أو مثل ما يقول الأمور تدار خلف الكواليس على الكرة السعودية هو من ضعف الاتحاد السعودي وعدم ثبات الاتحاد السعودي لمدة 4 سنوات على رئيس واحد. عشان كذا التعامل متقلب. هذا التعامل متقلب لأنك أنت أساسا أنت أضعفت نفسك يعني. لما كان الاتحاد السعودي كان على زمن الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كان قوة قرار قوة كان في ثبات يعني في في ثبات وفي كلمة مسموعة للاتحاد السعودي. لكن المشكلة اليوم يعني أنت لاحظ الآن من 3 سنوات تقريبا 4 رؤساء يعني والله لو فريق ما جاء 4 رؤساء 3 سنوات إن شاء الله نشوف المرحلة الجديدة إن شاء الله يكون في ثبات أكثر في التعامل. أنا أشد على يد السلطان المهوس وعلى كلامه لما قال لا ما راح نتقدم إلا بخصخصة الأندية السعودية فقط. الله يعطيك العافية أبو نواف. هي طقطقة. الله يعطيك العافية أبو نواف. شكرا جزيلا لك. احنا وصلنا للختام بس أذكر بحاجتين. أول شيء الإجابة على سؤال حنان إنه في مباراة الفيصلي والاتحاد يوم الجمعة الساعة 6:55 والنصر والهلال الساعة 8:40. بالنسبة لسؤال حلقتنا لليوم هو مستمر
ما هو تقييمك لتعامل الاتحاد الآسيوي مع المنتخبات الأندية السعودية خلال السنوات الماضية؟ شاركونا بهذا السؤال عبر تويتر على حساب يمكنك تكتب محرك البحث عبد العزيز السلام، يظهر لك الحساب وتجد في حساب السؤال، وبإمكانك تشارك بالتصويت والرأي، وراح نستذكر معكم الإجابات إن شاء الله غدا في حلقة الغد. شكرا لكل من تكرم علينا بالاستماع لحلقة اليوم، تقبلوا تحياتي، أنا عبد العزيز السلوم، ألقاكم على خير.